السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في مشاكل كتير بتقابل الناس عند عمل السوفت وير، ويكون السوفت وير أحيانا باللغة الصينية. باللغة الصينية دي بتبقى أحيانا في تابلات تلفونات. الفيديو ده هيتطبق على تابلات وتلفونات، وتابع الفيديو للآخر. زي ما انتوا شايفين كده شكل التابلت. اسم التابلت يونيون تاتش، اختصار كلمة يونيون تاتش يو تي. طبعا التابلت ده صيني. التابلت ده خاص للألعاب فقط، يعني كل اللي عليه ألعاب الأطفال فقط. اول حاجة هنعملها هنعمل نضغط على زر الباور ونعمل ايقاف تشغيل ونفصل الجهاز. بعد كده هنضغط على زر الباور مع زر التوطية اللي هو بالسالب تحتنا. انا ضغط لغاية ما ايد، وبعد كده نسيب الباور ونفضل متكين على التوطية، على زر التوطية لغاية ما ظهر الكلام اللي بالصيني. نيجي ننزل على الاختيار اللي هو EMMC. هننزل من تحت، هنفضل نازلين معلش. وعشان نعمل السوفت نضغط على زر الباور عشان يتعمل السوفت. بعد كده السوفت هيتعمل. التابلت هيقعد 3 دقايق بالظبط عقبال ما يقيد. هسيبكوا عقبال ما التابلت من ايد. بعد ما السوفت اتعمل، مبروك عليك السوفت.
بس كده وصلنا في نهاية الفيديو وانتهت حلقتنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، واهم حاجة تنزل تشترك في القناة. سلام.